بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الدقائق بعنوان خديجة عليها السلام المرأة الكاملة. الحديث عن سيدة النساء خديجة حديث شيق وحديث جميل وحديث لذيذ، حديث عن العظمة، حديث عن التضحية، حديث عن الوفاء، حديث عن الكمال. هذه المرأة التي تعتبر بلا ريب وبإجماع المحدثين والمؤرخين أنها أفضل زوجات رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين، وهو الذي قال فيها صراحة ليبين أنها أفضل نسائه وأفضل زوجاته، قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. يعني وهذا يبين أنها هي الأفضل وهي الأكمل. طبعا السيدة خديجة رضوان الله عليها هي كانت كما ذكر التاريخ تعتبر أغنى امرأة في العرب، حتى ورد في بعض الأخبار أن رحلة الشتاء والصيف إشارة إلى قافلتها التي تعتبر أكبر قافلة كانت تخرج من مكة ومن الحجاز إلى الشام معبأة بالعطور والحبوب والأدوية والأقمشة، كانت تملكها خديجة. ولذلك كانت يعني تستأجر من يخرج ببضاعتها وبقافلتها، حتى سمعت عن أمانة رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين، وسمعت عن صدقه، فهو كان يلقب بالصادق الأمين بالجاهلية، وكان أمانات الناس كانت عنده، فأرسلت تطلب منها أن يخرج. وذكر هذه القضية مفصلة يعني بشكل مفصل صاحب كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة، بيّن كيف تم الزواج المبارك، وكيف أن خديجة طلبت من الرسول الأعظم أن يخرج بتجارتها، فخرج من مكة متوجها إلى الشام وقد صحبه غلامها ميسرة. ولا أن وصلوا إلى الشام ونزلوا عند شجرة عند صومعة راهب، فأقبل ذلك الراهب يسأل هذا الغلام ميسرة: من هذا الرجل الجالس عند هذه الشجرة؟ فقال: هذا رجل من قريش، هذا رجل من الحرم. قال: إنه لا يجلس عندها، يعني عند هذه الشجرة في هذه الساعة، إلا نبي. وبين كيف أن الغمامة يعني في بيان بعض الأحداث التي وردت في رحلة الرسول الأعظم بتجارة خديجة، كيف أن كان الغمام يضلل له عن الشمس، وكيف أنه باع البضاعة واشترى ما أرادت ورجع بأربح الأثمان بالبركة، فضاعفت له العطاء، يعني أعطته عطاء مضاعفا غير الذي اتفقت معه عليه، فرفض رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيته ذلك، قال: لا آخذ إلا ما اتفقنا عليه. وبعد ذلك صار يحكي ميسرة لخديجة عن أمانته وعن صدقه وعن خلقه وعن بركته وعن ما رأى من الغمام الذي يضلله عن الشمس ومن قول الراهب. فخطبته خديجة، خطبته، وتم ذلك الزواج المبارك الميمون. طبعا خديجة ورد في بعض الحقيقة يعني في بعض التواريخ أنها تزوجت قبل الرسول الأعظم برجلين، يعني عاتق بن عبيد وأبي هال التميمي، ذكروا هذه الأسماء، وهذا قول سقيم في التاريخ. القول الصحيح الذي ذكره أبو القاسم الكوفي أو ذكره ابن شهراشوب أو ذكره الشيخ الطوسي أو ذكره البلاذري، كل يعني المحققون، أغلب المحققين أشاروا إلى أن السيدة خديجة سلام الله عليها يعني حينما تزوجت برسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين كان عمرها 28 سنة، لم تتزوج من قبله بأحد، وما كان عمرها يعني 40 سنة. ولذلك العقاد في كتابه فاطمة الزهراء والفاطميون
أشار لهذا الرأي، يعني ذكر رأي ابن عباس أن خديجة كان عمرها لما تزوجت برسول الله 28 سنة، وذكر الرأي الآخر وقال هذا الرأي يعني رأي وقول ابن عباس هو الأقرب للصحة، يعني عمرها 28 سنة وهو الأقرب للصحة، وذكر ذلك لأمرين، قال لأنه من الأسرة، هو من أسرة الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى أهل بيته، من عم الرسول الأعظم، وأيضا يعني يصعب أن امرأة تتزوج وهي في 40 ثم تنجب، لأن إذا كان عمرها 40 على فرض يعني أن عمرها 40 وعمر الرسول 25 سنة والرسول الأعظم جاءه الوحي في 40، يعني صار عمر خديجة 55 وجاءت ولدت الزهراء بعد 5 سنوات من البعثة، يعني كان عمر خديجة 60، فيعني من الصعب جدا بل من المستحيل، يعني من النادر ومن الشيء الذي لا يصدق، يعني امرأة في هذا العمر في 60 أن تلد. إذن هذا قول سقيم، وإنما القول الصحيح أنها صلوات الله عليها تزوجت بالرسول الأعظم وعمرها 28 سنة وعمر الرسول الأعظم 25 سنة، وتم ذلك الزواج المبارك الميمون، وجاء بعد ذلك الترحيب الإلهي والسماوي، دخل رسول الله ذات يوم على خديجة قال يا خديجة لقد نزل علي جبرائيل يبلغني عن الله السلام إليك، قال أبلغ خديجة عن الله السلام. الله أكبر، شوف هذا المعنى العجيب الجميل الجميل، الله تبارك وتعالى يرسل مع جبرائيل سلاما خاصا لهذه السيدة الجليلة النجيبة الطاهرة النقية، ولا ريب هي كانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة، ولقبت خديجة بالطاهرة لأنها ابتعدت عن صنوف الفساد والإفساد والطرب والمجون، كانت منصرفة عن كل ذلك، وكانت امرأة ثرية، كانت هي أميرة، كانت تلبس تاج تضعه على رأسها مرصع باللؤلؤ والياقوت والدر يقدر بآلاف مؤلفة من الدنانير، كانت امرأة عفيفة شريفة عفيفة النفس ثرية، وبعد أن ارتبطت برسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيته لا ريب أن هذا الزواج زادها شرفا وزادها كمالا وزادها بركة، ولذلك أول ما دخلت يعني إلى بيت الرسول الأعظم قالت يا رسول الله، يعني أول لا يعني لما نزل الوحي على الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين بان يعني وفاء السيدة خديجة، قالت المال مالك، يعني ما أملك من المال هو لك يا رسول الله، المال مالك والجارية جاريتك، ولذلك قالوا بأنه قام الدين على سيف علي وأموال خديجة وأخلاق الحبيب المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وقد استفاد رسول الله من أموالها في نشر الدين، قدمت كل ما تملك في سبيل الدين، حتى لما حوصر المسلمون في شعب أبي طالب وصاروا يشترون البضاعة بأضعاف مضاعفة، وبذلت خديجة كل ما تملك بين يدي رسول الله، استنقذ بهذا المال المسلمين من التلف ومن الموت ومن الفقر ومن العوز، وبان وفاؤها وبان صدقها وبان إخلاصها، ولذلك ما فتأ رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيت الطيب يذكرها، حتى ذكر التاريخ أن بعض زوجاته قد أخذتها الغيرة من شدة كثر يعني ذكر الرسول الأعظم لهذه المرأة الجليلة، فقالت له بعض زوجاته ما فتأت تذكر امرأة قد أبدلك الله خيرا منها، فغضب الرسول حتى اهتز مقدم شعر رأسه، ثم قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس، وأعطتني حين حرمني الناس. أشار إلى وفائها، إلى وقفتها، هذه الوقفة الصادقة الجميلة. وأيضا ذكر ابن عباس يعني
يعني قال ذات يوم كنا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين فخط في الأرض يعني 4 خطوط فسألنا الرسول يا رسول الله ما هذا 4 خطوط في الأرض ما هذا يا رسول الله فقال النبي الأكرم قال كمل من الرجال كثير يعني يقصد الأنبياء الكاملون ولم يكمل من النساء سوى 4 آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلوات الله عليهم أجمعين وهنا أشار الرسول العظيم إلى كمالها أنها امرأة كاملة أنها امرأة وفية أنها امرأة يعني معطاءة ولذلك بكت في آخر حياتها لما أحست بدنو الأجل بكت فالتفت لها رسول الله قال لما تبكين يا خديجة تبكين وقد أعد لك الله عز وجل ووهب لك بيتا أو أعطاك بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب يعني إشارة إلى أن هذا البيت من نوع خاص بمستوى خاص بمواصفات خاصة لهذه المرأة الجليلة التي بكت وذكر بعض المؤرخين من أسباب بكائها يعني بكت حين وداعها للدنيا لأنها توفيت في شعب أبي طالب ويعني بعد البعثة 10 سنوات وقبل الهجرة 3 سنوات خرجت روحها إلى الرفيق الأعلى وعرجت إلى السماء لكن قبل أن تودع الدنيا التفتها الرسول الأعظم قال ما يبكيك يا خديجة قالت أبكي لحالك يا رسول الله يعني بكت لحال الرسول ووحشته ووحدته من بعدها شوف القلب العطوف الرؤوم الشفيق على الرسول الأعظم والوفاء قالت أبكي لحالك يا رسول الله وقالت وأبكي لابنتي فاطمة لا أجد من يليها حين زواجها فقالت أم أيمن لو قرنك عينا أخذت على نفسها عهدا أن تلي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها حين زواجها ما تلي النساء يعني من النساء في الإعداد والاستعداد وهكذا يعني خرجت هذه المرأة الطاهرة الجليلة خديجة صلوات الله عليها خرجت من الدنيا بهذه الحالة من القدر ومن الجلالة ومن الوفاء ومن الكمال وقد فازت بهذه الرتبة العالية فقد كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين لا يفتأ يذكرها كل حين بل كان يعني يذبح الشويهة يعني الشاه الصغيرة ويفرقها على صويحبات خديجة احملوا هذا لفلان وهذا لفلان لصويحبات خديجة كان يبرها ويصلها ويصل صحبتها وفاء منه لهذه المرأة الجليلة الجميلة الراقية في الخلق وهي في كل شيء جميلة وراقية وكاملة وعفيفة وشريفة وهي بلا ريب هي أفضل زوجات رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين فسلام الله على خديجة هذه المرأة الكاملة النبيلة الطاهرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرتها مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين